حياكم الله مشاهدي الكرام، لازلنا نتواصل في هذا التواصل التراثي الجميل، التواصل الكويتي تحديدا من قرية صباح الأحمد التراثية، ورسائلنا اليومية من الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. رسالة جديدة، خلكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم الدكتور نواف عنزي، مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. اليوم متواجدين في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للتفتيش على المنشآت الغذائية وعلى سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية. معاكم مراقب الأغذية في محافظة الجهراء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحمد الدلماني. دورنا هنا في الموروث الشعبي هو الدور الرقابي على المواد الغذائية والمنشآت الغذائية اللي هنا لصحة الإنسان ولسلامة الغذاء في هذه المنطقة في السالمي كيلو 59. التفتيش على المواد الغذائية على المطاعم على القهاوي على هذا انه يكون يوصل الى المستهلك بالصورة الصحية زينة يعني، وان شاء الله ان نكون نقوم بهذا الدور باكمل وجه. بسم الله، اللهم صل على نبينا محمد. معكم مبارك الختلان. مشروعي طبعا تابع للمناحل الجوالة، عسل المناحل الجوالة اللي هو سيارات، عشان غلة السدر عندنا بالكويت وغلة الشجر قاعدين نحط بالسيارات مناحل جوالة، سيارات شاحنات نحط فيها المناحل ونوديها عند السدر المهجور، دور السدر اللي مو يعني ما يجي له زراعة، ما يجي له أسمدة كيماوية عشان نشتغل عليه. يعني الشغلة السدر يرعى من رطوبة الجو أو الأمطار أو الضباب من عشان يطلع لنا عسل عضوي سدر طبيعي 100%. طبعا مشروعنا في القرية التراثية، نشكر صاحب السمو اللي منحنا الفرصة هذه اللي نزاول مهنتنا فيها إن شاء الله هني، والحمد لله تبارك الرحمن. طبعا بالحال هذه لأن وقت فرز السدر نجيب قشاطتنا هني ونقشط العسل ونفرزه نفس المكان نفس المحل. طبعا القشط نقشط هذا الشمع فوق اللي عليه الشهد ونحطه نجهزه حق اللي بعده. هذه مقشوطة خاصة، ولا تلومون العسل إذا صار غالي لأن قلة العسل فيه السنة هذه من الأمطار. الأمطار اللي تجي طيح زهر الورد، إذا طيحت زهر الورد راح النحل يرعى من المنحل نفسه ياكل العسل اللي جمعه. ولما تخف المطرة السنة هذه ما شاء الله مطر خير جانا، يخفت المطرة عقب 10 أيام راح يجمع العسل مرة ثانية، فعلى هذا راح يقل الانتاج، راح تزيد الأسعار، أسعار السدر عسل السدر الكويتي، لأن احنا مثل ما تقول يعني من يعني أشجار مهجورة ما تعتمد على الري في اليد أو أسمدة كيماوية نطلع الورد على كيفنا بأي وقت، لا يعتمد على رطوبة الجو عشان نطلعه عسل سدر عضوي طبيعي. في الحالة هذه نقشط العسل الشهد هذا، وبعدين من الجهتين نقلب الجهة الثانية، هذه خاصة قشاطة حق القشط، هذا كله نحل يستذبح على العسل الطبيعي.
هذه نقشطها الحين ندخلها بالفرازات عشان تطلع العسل للزباين اللي جونا في الموروث الشعبي. حياهم الله، يتذوقون عسل طبيعي عضوي ونفس الوقت. راح نعطيكم الحين تذوقون، تعطونا رايكم عن العسل السدر الكويتي. طبعا هم فيه شغله ما ذكرناها، عسل الكويتي، العسل الكويتي هالسنه من فضل الله جانا خير ومطر، فالعسل من الطبيعي يصير ليونته زايده، يعني مثل البلدان اللي فيها رطوبه دائما وفيها امطار يصير عسلهم سيولته زايده، يعني تصير 20 او 18% نسبه الرطوبه فيه، ويصير لين، يعني اذا شلته بسرعه ينصب من القفشه، مو مثل انه يعني السنه اللي طافت نسبته 16% او 15% ثقيل، لا يصير خفيف. هذا من الطبيعي، وان شاء الله اللي هي مثل ما يقول على الذمه، العسل عندك ولا زيت الزيتون هذا تاخذه على الذمه. نبدا في فرز العسل. هذا العسل ناخذ البراويز المقشوطه اللي قشطناها بارز عسلها. طبعا النحل هذا يطلع الحين اذا شقلناه وحسب براد الماكينه ينحاش يطلع برا. هذا طبعا العسل اللي قشطناه يبدا يسيل الحين، يعني ذاهب الحين حق تشغيل الماكينه. طبعا ما نمسك العسل، احنا شغلنا على البرواز، نمسك البرواز بالنفس. طبعا النحل هذا يطلع الحين اذا شغلنا حسب هواء الماكينه يطلع برا، والمحل النحل نظيف يعني مو مثل الذبه. الحين عاد نبدا تشغيل فيها عشان نطلع. الحين يطلع العسل النحل الداخل، نزولها شوي، طلع الحين النحل الداخل طلع، نسكر عليه ونخليها تشتغل لمدة ربع ساعة نص ساعة عشان نطلع نصفي العسل من الجهتين. ونشكر صاحب السمو على اتاحتنا الفرصة هذه اللي نقدر يعني نوسع فكرتنا فيها أكثر، والحمد لله جزاهم الله خير. أخوكم العضو ناصر محمد ناصر مطيرات، احنا اليوم في الموروث الشعبي، وحنا نشكر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد صباح والقائمين على الموروث الشعبي في هذا المكان المتميز. وحنا دورنا هنا على الشرح على أساس أن نشرح للإخوان اللي يجون بالمكان هذا طريقة كيف دورنا بعمل إزالة النحل إذا جاكم في البيت أو في السراديب أو بأي كان موقع. احنا نقوم بعمل إزالة النحل الشارد مجانا بدون مقابل، وهذا فريقنا متميز، هو فريق قام ب 2015 تحت طائلة وزارة الشؤون، عددهم كان تقريبا 5 والحين تقريبا وصل لحد 38 تقريبا شخص. احنا دورنا نقوم بإزالة هذا النحل الشارد، وذلك الحين هذا الحمد لله تقول شوف النحل وطريقة العسل الغش، طريقة الغش بالشرح وطريقة الأمور هذه، طريقة الشمع الفرنجي والفرنج البلدي. وكل من يجينا هنا والساعة المباركة فيكم بأي وقت. وأشكر صاحب السمو على البادرة اللي عملت في هذا الموقع الموروث الشعبي للخليجيين وكافة الشعب والوافدين بقدومهم بهالمكان هذا المتميز، والشكر للجميع كافة. مشاهدي الكرام، كانت هذه رسالتنا الخاصة واليومية في قرية صباح الأحمد التراثية. نشوفكم في رسائل قادمة وإلى اللقاء.